برحب بحضراتكم من جديد، وموضوعنا عن التصالح في الدعاوى القضائية. بس ناخد سيادة المستشار، ناخد الأستاذة هدى من قبل الفاصل. أستاذة هدى مساء الخير. أيوة مساء النور، ازاي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم، اتفضلي. ربنا يخليك على البرنامج الجميل اللي انت بتعملوه ده. احنا بنشكركم يا فندم، اتفضلي. تعيش، احنا بنشكركم جدا. معلش أكلم المستشار بس حاجة مهمة. معاك يا فندم، اتفضلي. ماشي مشكيه، اتفضلي. ألو. أيوة. احنا عندنا شقتين في ثلاث شركة. معاك سامعني؟ معاكي، سامعينك يا فندم، اتفضلي. طبعا عندنا شقتين فيهم ثلاث شركة، والثلاث شركة مع بعض في عقد واحد. اتضموا الاثنين الشركة اللي هم مع بعضينا احنا الثلاثة، وراحوا باعوا نصيبنا معاهم بدون حتى ما ينظرونا ولا يقولونا اي حاجة. باعوا كل، يعني باعوا الحصة بتاعتنا اللي هي نمتلكها معاهم بدون اذن ولا انذار ولا اي حاجه. الحصص بالتساوي يا استاذه هدى ولا ايه؟ لا هو اثنين، احنا الثلاث شركاء كل واحد ليه التلت في المكان. ليه التلت؟ على المشاع. فاثنين اتفقوا مع بعض على المشاع. طبعا اثنين اتفقوا مع بعض من ورانا، وراحوا باعوا نصيبنا بدون ما ينظرونا، بدون علم حضراتكم. يعني بدون علم ولا انذار ولا اي حاجه، وكلام اتبعت عن طريق ناس ان احنا بعنا وقبضنا، واللي هو مشتري ده باع، يعني اللي اشترى. طيب اللي باع ده يا فندم، اللي هما الاثنين الشركاء دول، سلموا الشيء المبيع ولا ما سلموهوش؟ لا مش مراضيين يوريني اي عقود للبيع. طب الشقق فين يا فندم؟ موجوده في المكان اللي انا قاعده فيه. وباعوا الثلاثه ولا لا؟ طيب سياده المستشار بيسال حضرتك يا فندم، وباعوا ثلاثه شقق ولا شقتين؟ لا هما الشقتين وثلاثه شركاء، اثنين اتفقوا ضد الشريك الثالث. الاثنين يعني هم ثلاثه وكل واحد التلت. بس الاثنين اتفقوا على ان هم ياخدوا النصيب الاكبر ويبيعوا نصيبنا بدون علم. طب اطمنتوا ازاي انه البيع ده تم يا استاذه هدى؟ هو من اكتر من طرف ولا كلام بس؟ ما هو لا هم اكدوا البيع بس. طيب يا استاذه هدى، مش اللي اشترى ده مش واجب يستلم؟ ما هو في شريك ثالث ما باعش نصيبه، هيشتري ايه؟ طيب وهي شقه. يبقى مين الشقه دي مثلا ثلاث شركاء، اثنين باعوا، طب ما الشريك الثالث ما باعش، هتخش المكان ازاي؟ طيب احنا عايزين نعرف الشق القانوني ايه. وتاني حاجه هم ما وريناش عقود، اتبعت لنا كلام عن طريق اي حد ان احنا بعنا خلاص تمام. طب يا عم انت ما استاذنتناش. طب انت وصلك صوره من العقد ده ولا اي حاجه؟ طب خلاص دي اشاعه، ان ما وصلكش صوره علشان تطعني عليه وتبيع في ملك الغير وبيع في حصه مشاعه. احنا يا فندم بعتنا لهم انذار بوقف حقنا في البيع في كل ما نمتلكه. طيب كويس. هل بعد كده ايه اللي هم ممكن اجراء لو هم يقدروا يعملوه ضدنا، واحنا برضو ما نعرفش ايه هو الاجراء اللي ممكن يعملوه؟ طب استاذه هدى، انتوا ما عملتوش ليه دعوه فرز وتجنيب؟ ما احنا بعد الانذار بقى لما هم ما استجابوش معانا، ان احنا كان لينا الاحقيه بالشقعه، احنا كنا عايزين نشتري. هم رافضين ان احنا بالذات نشتري، فهم قلنا ان ايه نبعت الانذار بالوقت. طب الارض مسجله يا فندم؟ الارض متسجله؟ لا، اللي هو الادوار دي في التصالح، ومدفوع لها التصالح القيمه الاولانيه كامله اللي هي 25%. ودافعين الجزء الثاني ماشيين فيه بندفع فيه. حاضر يا فندم. طيب عايزه بس الشق القانوني ان هم ايه ممكن يتعمل من ورانا تاني. وازاي تأمني حقك يعني يا فندم؟ أأمن حقي في نفس الوقت، ايه الاجراء اللي انا ممكن اقوم بيه بعد كده؟ حاضر يا فندم. مش في، يا رب يخليك ويديك الصحه وطولة العمر، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه، شكرا. اتفضل. في الحاله دي هو باعوا حصه مفرزه. ولا يجوز بيع حصه مفرزه. يعني الملكيه على الشيوع؟ الملكيه على الشيوع. النقطه الثانيه هي تلحق، طالما ما فيش اي استلام او صوره عقد وصل ليها، هي تلحق عملت الانذار وتعمل دعوه على طول فرز وتجنين واسمها بالمزاد الاعلى. لان الشقه او الشقتين او العماره لا يجوز اسمتها، ما ينفعش اسمتها، لان دي واحده فما ينفعش اسمتها. حتى لو ارض مثلا زراعيه وليها مدخل واحد، ما ينفعش اسمتها، لان الاسم امتى؟ لما يكون ليها كذا مدخل بحيث يختص
الشخص ده بالجزء ده والجزء ده والجزء ده. هنا دعوى الفرز وتجنيب هي الآن يعني هي الإجراء اللي عملته ده صح؟ لو رفع دعوى فرز وتجنيب بتوقف هي أي لعب يعني أفضل لأن طالما دعوى مرفوعة في المحكمة لا يجوز إنه هو يبيع. تمام، يبقى أفضل حاجة دعوى فرز وتجنيب. بعدين البيع هنا هو بيع باطل، هي ما فيش صورة من العقد علشان ترفع به دعوى تقول بطلان هذا العقد. هي عايزه اي اجراء احترازي يا فندم الواضح كده عشان تامن نفسها؟ هي في الحاله ده هي تعمل دعوه فرز وتجنيب. فرز وتجنيب، تمام. الاستاذه ناهد، مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا استاذه ناهد، سؤال حضرتك. بقول لحضرتك انا عندي شقه باسمي في عقار انا ووالدي. والدي توفى ووالدتي توفت. ايوه. من حقي اخد الشقه؟ هي مده يعني هي مده 39 سنه. هي ايجار يا فندم؟ إيجار لمدة من تسعة يعني من 2001. أيوة. بتأجر لمدة 39 سنة. طيب أنت بتدفعي الإيجار؟ بدفع الإيجار وكل حاجة، بس والدي توفى ووالدتي توفت، فهو بيقول لي صاحب الملك بيقول لي لا أنت ليكي شقة في العقار ما ينفعش تاخديها. فبقول له أنا هاخد المدة بتاعتي. هو مش محدد المدة يا فندم؟ متحددة 39 سنة. بيخضع للقانون المدني يا فندم؟ 2001. تمام، طيب في اي استفسار تاني يا فندم؟ نعم، اي استفسار تاني؟ انا دلوقتي يعني من حقي اخدها واخليها بعد في نعم؟ سؤال تاني؟ ماشي معايا ابني فانا هخليه يقعد فيها، ممكن ينفع؟ طيب سياده المستشار هيرد على حضرتك يا فندم. هو محدد المده بكام سنه؟ 39. عدى منهم كام؟ عدى منهم 22 سنة، باقيين 18 أو 17 وشوية كده. تمام، شكرا لحضرتك. محدد المدة ده محدد، هل بينتهي بوفاة المستأجر؟ وحتى لو كان طبقا القوانين الاستثنائية لا يجوز لها أن انتهى، إنه في امتداد. هي مش عندها شقة مقيمة فيها. هي بتقول أنا عندي شقة مقيمة فيها وانا طلبت ان اخدها علشان تاخدها لابنها. هل من حقي؟ لا طبعا مش من حقي، لان والدها توفى، والدتها توفت، كانوا مقيمين في العين خلاص انتهى العقد. دلوقتي هو المحدد المده 30 سنه مثلا او 40 سنه وفقا للقانون المدني، مش العقد شريعه المتعاقدين. هل العبره بالاشخاص ولا العبره بالتعاقد؟ التعاقد والاشخاص. يعني اذا انا تعاقدت مع سيادتك على شيء معين، وجيت في الحاله دي انا توفيت، العبره بالشخص والمده، يعني انا براعي الاثنين. ما يجيش واحد من بره، دي تعتبر من بره، وتقول لا دي شقه والدي. لا، انت لو كنت مقيمه. طب ما لسه المده لما ما كانتش مقيمه معاه، يعني شرط الإقامة بالقانون الجديد والقانون الاستثنائي؟ طبعا لازم تكون مقيمة معاه. عدم وجود إقامة، أي واحد يجي ويقول لا ده المدة باقية، لا طبعا. هو العقد إيه؟ شريعة المتعاقدين. تمام، أنا تعاقدت مع الشخص ذاته، يبقى شخصية مشخصنة. تمام، وفي نفس الوقت المدة الشخص ده هو لو قعد بعد المدة دي أقول له مع السلامة. انتهى قبل المدة دي وخلاص انتهى. الأستاذ مكرم، مساء الخير. مساء الخير أستاذ. أهلا بحضرتك. اتفضل، معاك سيادة المستشار، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. سعادتك، كان عندي مستأجر من 63 مستأجر محل. من سنة كام؟ من سنة 61. 60؟ 60 تمام، مستأجر محل. كويس، مستأجر محل وتوفى. تمام. واولاده الورثه اتوفوا كلهم. ايوه. جيت اكلم المحامي عشان ارفع عليه اخر. قال لا ده من حق الاحفاد يورثوا يقعدوا فيه. ايوه. لما قلت له تعالى نعمل المحضر في نيابه او نرفع دعوه، قال لا ده من حق الاحفاد يورثوا. تمام. هو عقد ايجار محلي يا استاذ مكرم. عقد ايجار محل من سنه 63. حاضر يا فندم، حاضر. من حقهم ان يورثوا يقعدوا فيه ولا من حقهم خلاص كده المده بتاعتهم انتهت
حاضر، في اي استفسار؟ الاحفاد استاذ مكرم، سياده المستشار بيسال حضرتك. الاحفاد الاحفاد دول بيزاولوا نفس النشاط اللي في المحل؟ لا لا لا، المحل مقفول. محل مقفول طبعا، من اخر من اخر ابن وريث مقفول بقى له اكثر من 15 سنه. طيب انا راح ارد. شكرا استاذ مكرم. اتفضل. شكرا. اتفضل. متشكر يا فندم. اتفضل. المشرع لما ابقى على امتداد عقد الايجار طبقا للقانون 6 لسنه 97 قال لك حفاظا على الرواج التجاري مره واحده. مره واحده. حفاظا على الرواج التجاري. وقال لك دون المساس بالمراكز القانونيه الذي انشئت وقت صدور القانون. بمعنى ايه؟ مثلا يعني كان حفيد فيه ما طردهوش. ده اثناء صدور القانون. لكن انا بتكلم في النقطه دي الثانيه. قال لك انا حفاظ على الرواج التجاري في هذه الحاله، يعني معناها يكون المحل مدار بنفس النشاط الذي كان يديره المستاجر الاصلي وبنفس القوه. تمام. انا دلوقتي المحل غير مدار، او المستاجر الاصلي قبل وفاته ايه وقفله، او استمر في نشاطه وتوفى وتم اغلاقه، يبقى هنا في ليس هناك عله، لان انتفت العله من امتداد عقد الايجار وهي الرواج التجاري. وبالتالي قالت محكمه النقض حيث انتفت العله من حق المالك او المؤجر ان يرفع دعوى اخلى بسبب انه هو عدم اداره المحل بعد وفاته في نفس النشاط، وانه هو مغلق ولم يدار اطلاقا. تمام. الاستاذ ناصر. استاذ ناصر. يا فندم حضرتك. اهلا بك يا فندم. اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا بسياده المستشار. معاك يا فندم. اتفضل. حضرتك يا فندم، انا مالك ومعايا شقه متأجره عياده. ايوه فندم. فحضرتك هو كان في قضيه من فتره كانت مع مرحوم والدي، فهي خلصت. فدلوقتي انا ابن المالك، فبيديني ايجار لمده 6 شهور وبيمضيني على ورق اكيد. هو الايجار ده مكاتب فيها هو ورثه المرحوم. ايوه فندم. فهو ايه انا الصح يتكتب فيها اسم المرحوم نفسه ولا ورث المرحوم؟ واللي كان الايصال انا اطلعه للمستاجر باسم يعني مثلا بالمرحوم ولا بالورثه المرحوم؟ أنا الصح فكرة. اللي هو والدك يعني؟ لا انا ابن المالك. انا المالك. انت ابن المالك. انا المالك. صاحب العياده توفى ولا على قيد الحياه؟ لا توفى. توفى ومراته كانت ماسكاها، بعد كده مراته برضه توفت. دلوقتي ابني اثنين ابناء. ابنائهم. مأجرينها من الباطن. مأجرينها من الباطن. عشان هم مش دكاتره. طب دي نقطه مهمه دي. طيب مأجرينها من الباطن. تمام. في استفسار سياده المستشار؟ طيب انا بعدك انا بالنسبه لوصل الايجار. انا لما اكتب وصل الايجار يعني هو المستاجر الايجار ولا يهمك العين؟ يهمك ايصال الايجار بس ولا يهمك انك انت تحصل على العين؟ انا راح ارد عليك. ده وده انا في البيت في شقه ثانيه. طالما في مخالفه قانونيه ترفض انك تستلم القيمه الايجاريه، اي مخالفه قانونيه استلامك القيمه الايجاريه انت موافق ضمنيا على المخالفه دي. ارد عليك. شكرا استاذ ناصر. شكرا لحضرتك. اتفضل. اولا ان هو بيقول مأجرينها من الباطن. هو طبيب. وطبعا اللي بيقعدوا مش اطباء، فاجروها من الباطن لشخص. تأجير من الباطن حد ذاته في الشق الأول إن انتهت، قلنا القانون 7 لسنة 96 مرة واحدة يمتد مرة واحدة. ونفس المهنة أن يكون نفس الشخص ينتهي نفس المهنة. نفس المهنة. يبقى هنا في إخلة. وهو ما يعلمش القانون وظل ان هو ياخد القيمه الايجاريه ويديهم الايصال وخلاص. تمام.
المخالفة الثانية أنه أجر العين من الباطن وثابت أن الورثة مش هم اللي بيديروا العين والكلام ده. يعني هو من حقه يحصل على العين بحكم سواء بأنه انتهت المدة واعتبر أنه هو لا يجوز امتداد العقد وانتهائه أو بالتأجير من الباطن. طيب دلوقتي برضو في نقطة هنا، هو استلم منهم القيمة الإيجارية وهو على علم بالتأجير من الباطن، هل رتب مركز قانوني هنا ولا لا؟ لا، لا هو كتب الورثة، كتب الورثة، لكن احنا بننصح جميع الناس لما تصدر إيصال اصدروا باسم المستأجر الأصلي حتى لو توفى، ما تصدرش باسم الورثة أو بشخص معين، لأنك في إصدارك باسم الورثة أو بشخص معين من الورثة أو معناها امتداد عقد الإيجار وافقت عليه، أو بمعنى أصح نشوء علاقة إيجارية جديدة. تمام. الأستاذة إيريني، مساء الخير أستاذة إيريني. أهلا بحضرتك فن، تفضلي. طيب بقول لحضرتك ممكن بس كلمة بس مستشار معاك فن. معاك فن. طيب أوكي، بقول لحضرتك أنا ليا أخ توفى وساب فلوس في بنك مصر، فروحنا إحنا ورثة مع مراته، هي رافضة تمضي، فودينا البنك اللي هو الإعلان الوراثة، وكانت هي رافعة قضية ضدنا إن هي عايزة الميراث كله تبع للشريعة المسيحية، والمحكمة حكمت ليه كل تبع الشريعة الإسلامية، وهي رافضة تروح تمضي، ودينا الحكم النهائي واستأنفت وكتبنا برضو القضية، ودينا الحكم النهائي، حكم نهائي بس وديناه البنك، يقول لك لا أنا عايز الحكم الأولاني اللي هو استأنفت على أساسه، وموقفة الفلوس كلها في البنك ليها دلوقتي سنتين، نتصرف معاه إزاي؟ نتصرف مع البنك إزاي؟ حاضر يا فندم. دي حاجة، في حاجة تانية، عندنا شركة هي بين اخين اخواتي اثنين، اخ واخد النص والنص الثاني اخويا المتوفي كاتب لها الربع والربع لينا احنا كلنا، رفضت عليه ضرايب، فلما صفينا الضرايب رفضت ترفع الضرايب وراحت الشركه الاصليه منعوا عننا العموله، طب هندفع العموله للعمال والموظفين ونجيب فلوس نزود التجاره، هي السجاير يعني بندفع الفلوس وتاني يوم تجينا السجاير نوزعها على بالطريقه دي كلها. أيوة. ودلوقتي رافضين يدفعوا العموله ان هي قالت ان هي ما بتاخدش فلوس، لا الفلوس موجوده وهي رافضه تاخدها عشان مش عايزه تدفع ضرايب، نتصرف معاها ازاي؟ متشكره جدا واسفه للازعاج. شكرا لحضرتك، شكرا يا فندم. اوكي. طيب سيادة المستشار إذا لنا نخرج للفاصل وبعد الفاصل نرد على الأستاذة إيريني. أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم.